الموسم صعب راح يكون على الشرطة؟ طبعا صعب، انت تاخذ دوريين ورا بعض، كل الفرق عم تلعب ضد الشرطة نهائي، لكن مثل ما تعرف انت المباريات نحن كل مباراة عم ندخلها نهائي، وان شاء الله باذن الله بهمة اخوان اللاعبين والكادر التدريبي بنحاول كل مباراة نطلع بافضل صورة. مهدي اليوسف يستحق الطرد؟ والله ما شفته انا بالفار، بس هاي يمكن هاي اول طرد يمكن بحياته كلها. اي والله حظه مو حلو هالمباراة. يعني اليوم كان نقطة تحول؟ لا بالعكس، فهد لاعب كبير وتقبله بصدارة رحب، يعني شفته انت طلع فورا بعد المباراة بعد الطرد، وان شاء الله باذن الله قادم يكون افضل هناك. لقب سيكون شرطاوي؟ لا بعد بكير، يعني لسه في وقت طويل تفكير بهذا الشيء، لسه كثير مباريات. الافضل والاميز هو اللي بياخذ دوري بنهايه حبيبي.